أعزائي المشاهدين، نحن هنا اليوم من بعد التصريحات والتغريدات والريتويتات حق المسؤولين السعوديين واليمنيين بخصوص موضوع المنحة حق المشتقات النفطية المخصصة للدعم الكهرباء. الناس مراعية على أحر من الجمر، مراعية متى بتوصل دي المنحة. وداخل معنا أحد المواطنين المنتظرين، خلونا نروح نشوف إيش بيقول. فين الناس؟ كم على الحمى كلهم طلعوا للسقف. جاي جاي يا ابني، أولاد هنا ولاك يا ابني، دارنينو في اللعبك الجاكيتة تاكي عن المكيف. داخل فتلي تفضل مقابلة. تفضل تفضل سيد مكيف تفضل. أخي والله تعبان، تعبت لي 4 شهور وأنا مستني هذه المساعدات النفطية عشان توصل الكهرباء. تعبت. أهل البيت كل يوم يسبوا لي ويلعنونا. نعم أنا ما منيش فايدة، بالله أنا ما منيش فايدة. الساس والأساس، لا تزعلش. شفت كيف بدل ما يسبوا للمسؤولين اللي قاعدين يخضعوهم بالتغريدات داخل تويتر. تخيل يا ابني والله العظيم، مرة قتلونا في صندل. صندل؟ ومرة ضيعوا الريموت حقي. ايش تقول؟ تخيل بالله انك تعيش من غير ريموت. ما اقدرش تخيل. بعد شوفها التراب مليان حلقي. تصدى صوتي؟ ده مش صوتي والله ابدا. انا كان زي عاصف حلاني، كنت اغرد انا هون اتنافس البوم كل شيء. ايش حصل؟ المروحه حقي قدم دحيله، المفاصل مدقدقه من الحمى. اوف من دي العيشه. رجع بسط عبد الله بسط. هيا شوف كيف ها، لصنا دقيقة وطفونا وعلى ده كل يوم. ما لريت انا جيت برتن عند وحدة هندية ولا ملعقة بمطعم صيني ما له شيء. 30 لازمة. لا تقولش كذا. ولا اجيت مكيف بدل البلاد. شكرا سيد مكيف. العفو. ويا اولاد، وين فتلي مالي؟ وي تعال. أو تعال يا ابني مالك إذا تتراعن، تعال أني تلاقى تعال حلابك الجاكيت تعال. أهلا يا أخت تلاقى، تفضلي إيش تقولي لنا؟ روحي يا ابني أحبس. أجي أول تلاقى بالعالم يقلبونا كبت. تخيل أجي كبت. أني ما فيش معي فواكه، كل الأدراج لا شرابات وسراويل، بالذات سروال النوم هذاك الصغير بلا أدب وسخ. أوف العرف اللي عندي قدر. شفت كيف حتى علب الشامبو داخلتي بدل العصير؟ تخيل بنت عمي في ألماني قاست عايرني على كلبه. ايوه شفت، تقول لي مليان كيلو لحمه ونقانق وسكريم وكل نكهاته ده كله، ونوتيلا ومرتديلا وفراوله حتى قهوه بارد. نعم ايش يسمونا القهوه البارد؟ ايس كوفي. شوف انك انت اكيد بتعامل. لا والله معك انا. اني حتى ايس كريم ابو عمر ما فيش معي. ولا حتى فلوقة؟ ولا فلوقة ولا غوار. أني هنا يا اسمك قلبوني لكبت. قلت لك فين أيام زمان كانوا الجهال اللي يفتحوا الباب ويقفلوا لنا عشان يشوفوا اللمبة حقك لصت ولا طفات. أجي لو كانت كذا أجد شوشة براس واحد. أصلع لا أسألك بالله، لا ولا قارورة خلب يد واحد في مقولون قطعت قلبي ولا أجد تلاقى بدل البلاد. خلاص أنا في ذلك، خلاص كفاية. هي وقت بدا. هي أعزائي المشاهدين، كما ترون ليس المواطن وحده من يعاني، حتى الأدوات المنزلية منتظرة المنحة النفطية هذه.